طيب اجيت هاي التوتوريال انه هايها من هنا، انه انت بتفتحي على تكست، وما في انا عندي جنريت تكست، انا مش تكست جنريشن تاسك، انه انا عندي ترانسليت تكست وذ سيكونس تو سيكونس، وهذا الخيار الثاني لترانسفورمرز. خلينا ناخذ هذا تمام. فالان انتوا ايش بدكم تسووا؟ اول حاجه انه انا بدي افتح هاي بالكولاب، طيب بدي انتبه يعني انه انا في الكولاب لما يعني افتح هذه بالكولاب انه انا ما فيش عندي صلاحيه على التعديل على النوت بوك هذا، معنى ذلك انه الاوتبوت مش حينحفظ، وانتم مطلوب منكم انه انتم تسلموني النوت بوك والنتائج فيه محفوظه، انه انتم عاملين تريننج اوريدي وحافظتوا الويتس وعملتوا ديكود وحسبتوا البلو سكور تمام، لانه انا مش هعمل ترين عندي اكيد بطبيعه الحال. فبتاخدوا نسخه من هاي على الدرايف انا عندي، وهاي خليني اسكرها تمام، وممكن اسميها انه ماي على سبيل المثال. طيب في انا عندي هنا من ضمن الخيارات كذلك، لو انتم بدكم تشتغلوا على الكولاب وبرضه نفس الاشي على هذا، انه هنا انه اوميتس الاوتبوت وين سيفينج نوت بوك، معنى ذلك انه هو حيستثني لما اعمل سيف للنوت بوك حيستثني حيشيل الاوتبوت، فبشيل التشيك هذا. وهي الجي بي يو انا مفعل عندي تمام، هاي بحفظ وبعمل كونكت. طيب هاجيت في شغلة كتير مهمة هنا، هي ببدأ يشرح هنا انه يعني انه بده يستخدم النيورال ماشين ترانسليشن مع الاتنشن، احنا لسه احنا شرحناه سابقا، حنرجع يعني نعرج عليه اليوم كمان تمام. فبالتالي انه يعني طبعا هو بده يختار البيست ترانسليشنز، يعني انه هاي الجملة وهي الجملة وانه هاي البيست ترانسليشنز لها بهذا الشكل من هاي الخريطة. طبعا هنا بتلاحظوا انه هو بيعمل انستوليشن لسبيسيفيك فيرجنز من تنسر فلو، يعني لعلمكم التنسر فلو كل الديب نيورال نتوركس اللي الكوميتس حجم الكوميتس اللي بتصير عليها كتير عالي، معنى ذلك انه تقريبا كل شهر في فيرجن جديدة، والفيرجن الجديدة هذه ممكن تكون فيها انه كومباتيبيليتي ايشوز مع كود قديم. فعشان هيك انا بدي انه الكود هذا يكون شغال في وصفه معينه، يعني وصفه معينه تكون شغال انه معايا، انه بدي استخدم سبيسيفيك فيرجن، يعني على سبيل المثال انه تنسر فلو تكست وانه الفيرجن هذه تكون هالقد. والله استخدمت مثلا 2.2، يعني شلت هاي زي هيك ونزلت انه الليتست فيرجن، والليتست فيرجن كانت 3، معنى ذلك انه حيصير في عندي باجز كثيره وحقعد انا اطول وانا اعمل لها سولف. فبالتالي انا يفضل انه انتم تستخدموا وصفات، يعني هذه الوصفة زي ما ورجيتكم هذه والترانسفورمرز، وممكن تفتحوا كمان الكيراس. في الكيراس بتروحوا على examples، ومن ضمن الاكزامبلز بتروحوا على natural language processing، ومن ضمن natural language processing بتدوروا على شايفين translation English to Spanish translation sequence to sequence transformer تمام، هذه برضو وصفة تانية تمام، هيعامل لود للبيانات هنا بشكل مختلف تماما عن هاي، هو نفس الوصفة هاي، بس هنا انه حتلاقوا انه المكتبات اللي هنا او الكود اللي هنا انه بيعتمد على الكيراس اكثر، يعني في 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 الموضوع. فبالتالي انه هذه ممكن نحن نعرج عليها برضو بشكل سريع، وعندي امكانيه هنا انه انا اشغلها على الكولاب. هجدتوا ايش المطلوب منكم؟ المطلوب منكم انه انتم تاخذوا وصفه تمام، الوصفه هذه اللي انتم بتشتغلوا عليها هي بتكون على سبيل المثال بتشتغل على نصوص
يعني هو فهم البيانات هنا انه انجليزي اسباني تمام، وانه هذه عبارة عن تاب سيبريتد، فحيو انه سبليت من خلال التاب. بس انا بدي اشوف كيف شكل البيانات هذه، واحاول احط البيانات تبعتي بالفورمات تبعها وخلاص تشتغل عليها، سواء كانت البيانات تبعتي مثلا على سبيل المثال تكست تو اس كيو ال، خلص بحط انا التكست سلاش تي والاس كيو ال، او ممكن انا يعني هذه الفانكشن تبعت اللود ديتا بروح اعدلها بحيث انه انا عندي تو ليست، ليست للانبوت وليست للتارجت، بس خلص خلصنا الموضوع. وممكن انا استخدم نفس الوصفه تمام. يبقى هذه الخيار او الوصفه الثانيه اللي انتم ممكن تستخدموها، انه يعني ممكن تكون انه بدون اخطاء. انا يعني باكد لكم انه بنسبه كبيره انه تكون شغاله بدون اخطاء. ممكن انه تروحوا على الباي تورش، في الباي تورش في عندكم هاي translation with sequence to sequence network and attention تمام. فبالتالي انه هذه هي برضو وصفة ثانية انا ممكن، هي ممكن اعملها run على الكولاب، ويفترض انه بنزل الداتا سيت I am called جي اف خوا، هذه فرنسي انه مختار الفرنسي Arabic English French انه منزلها من هنا تمام. فهي انه معرف الكلاسز وبمشي على الوصفة هذه بهذا الشكل تمام. فهي الثلاث مصادر اللي انا ممكن اقول لكم انه انتم تشتغلوا عليهم بشكل يعني انا متأكد انه هو يكون شغال معكم. طيب خلينا نكمل هاي. احنا طيب حكيت هنا انا عندي installation لسبيسيفيك فيرجن بشغل هاي، وهذا الامبورت بشغله هنا، بحكي لي انه في التوتوريال هذه انه هو بيستخدم low level API. انا مش عارف كيف اكبر لانه بس انا بدي ارجع الاديتور، هنا بدي ارجعه 16 زي ما كان لانه اوكي. هنا بحكي انه هو بيستخدم لو ليفل اي بي اي كثيره تمام، ومرات انه بتجيب لي الشيب غلط، فبالتالي انه هو عامل كلاس يجيب لي الشيب. خلص هذه يوتيليتي فانكشن انا مش حوجع راسي فيها كثير. بعدين هنا الداتا، الداتا هي موجوده من المكان هذا تمام، وهي انه هي تاب سيبريتد. خليني اورجيكم البيانات، انه انا بدي انزل الانجليش سبانيش، شايفين وين؟ Spanish English ولا English Spanish هي؟ Spanish English. طيب اوكي هذه بنزلها، بدي اورجيكم اياها كيف شكلها. كيف؟ لا تاب، تاب سيبريتد. حورجيكم التاب لانه خليني انزل انا نوت باد سريعا.
شايفين كيف شكله؟ ايش في انا عندي هنا؟ في عندي الكلمة، ترجمتها، واللايسنس، هيك الفورمات. كيف بدي بيعرف الفورمات هذا؟ كيف؟ واللايسنس، تمام؟ كيف بيش مفصولين؟ في انا عندي هذه انه show all characters، فهذه عبارة عن لاين فيد، انه هذه سطر جديد، بس هنا شايفين انه هذه عبارة عن تاب، هذا السهم هذا عبارة عن تاب، هذه عبارة عن تاب سيبريتد، انه هاي اولا ران كوري. لغاية أطول جملة، إنه هنا بادي بكلمات وبعدين إنه هنا منتهي بجملة طويلة، تمام؟ أوكي، طيب هاي الداتا سيت اللي هو إنه حيحملها، خلاص شفنا كيف شكلها وعرفنا كيف شكلها، وهي أنا برضو حعملكم يعني حعملها على شكل pandas data frame وحورجيكم كيف إنه أنتم تتعاملوا معها. طيب فهلقيت هنا انه يعني هاي بقول لي انه may I borrow this book، تمام، وهنا انه هاي النص هذا بالاسبانيه، فهلقيت انا ححمل الداتا سيت، هاي الداتا سيت موجوده في اليو ار ال، هذه ستيب انه خارجيه، بس انا بدي احمل الداتا سيت بفورمات معين، يعني هذه انت ممكن تعملي لها ديليت وخلص، تعملي ابلود للداتا سيت تبعتك وتعملي لها لود زي ما انت بدك، تمام. فخلينا نعمل لود لديت، هيو نزلها، تمام، وهنا بدي اعمل لود للداتا سيت، هو حاطط هذا المسار على فكرة، خليني اطبع لكم اياه انه هي المسار، انه هيو نزلوا في هذا المسار، تمام. حكيت انا بروح بعطي له هذا المسار وبعمل لود للداتا سيت، بقرأ الداتا سيت وبعد بفصلها انه على حسب اللاينز، وبعمل سبليت لحسب التاب انه فور لاين ان لاينز، وبعدين الانبوت عبارة عن ايش؟ اللي هو الانبوت فور تارجت انبوت ان بيرز، لانه البيرز هيها موجودة هنا، تمام. فبالتالي ايش اخذ؟ اخذ الانبوت الاول والثاني، او يعني انه التابل الاول والثاني اللي هو الجملة وترجمتها او التارجت والسورس في البيرز، هذه هي عبارة عن انبوت، هذه نفس الجملة بس ايش اختلف؟ انه بس حط التارجت، وهنا رجع الانبوت والتارجت، هاي عرف هذه الدالة، وهنا راح حمل البيانات. ايش راح طبع لي؟ اخر جملة في الانبوت اللي هو بالاسبانية، ايش يقابلها؟ اخر جملة بالانجليزية في التارجت هاي، تمام؟ فهجيت يفترض انا عندي تو ليست، الليستة الأولى اللي هي الانبوت بدي أشوف اللينث تبعها، خلينا أطبعهم على شكل تابل، لينث للانبوت، تمام، وبدي أتأكد إنه هم نفس بعض، بحطهم يفترض يطلع لي ترو. فمعنى ذلك انه انت اذا وصلت للمرحله هذه انه انت عندك السورس سنتنسز موجوده في ليست والتارجت سنتنسز موجوده في ليست ثاني، خلاص بغض النظر انت كيف تحمليها، سواء كانت تاب سيبريتد، سواء كانت انه كل واحده في فايل منفصل، المهم انت تصرفي في الموضوع، حمليهم وتصرفي في الموضوع، تمام. فالان انا بدي اشوف مثلا على سبيل المثال انه الجمله الثالثه أو العاشرة هنا، وهذا بالأسباني، وهنا بدي أشوف فاير، بدي أشوف الفاير يعني هل ترجمتها بالأسباني إنه هيك مظبوط، فاير مع علامة تعجب، كيف؟ أو ناخذ الكلمة اللي بالأسباني ممكن،
الترجمة بتكون على حسب السياق. كيه يلا ثواني بس. شوت فاير. تمام خلص، انا هيك متاكد انه البيانات تبعتي تمام. انا ايش ممكن اسوي هذا برضو، انه انا احملها، ممكن انا احملها كباندا داتا فريم، انه اقول انه انا عندي دي اف بتساوي بي دي، او امبورت بانداز از بي دي، بحكي لهم دي اف بتساوي بي دي دوت ريد سي اس في، وبدي اعطي له المسار هذا، وبدي اعطي له المسار هذا كوما، وبدي اعطي له الديليمتر. الديليمتر هذه طبعا انا مش حافظ اكيد بطبيعة الحال، فبدي اجيبها من الدوكيومنتيشن. فهنا من ضمن الدوكيومنتيشن في عندي باراميتر اسمه ديليمتر، محطوط نان باي ديفولت، هو يعمل له انفير لحاله. وعندي الهيدر تمام، فبروح باخد انه الديليمتر هو عبارة عن بتساوي سلاش تي تمام. وهنا بدي احط باراميتر ثالث اللي هو الهيدر، بتساوي بفتح اقواس انه ايش اسم الأعمدة. العمود الأول اللي هو كان إسباني، والعمود الثاني إنجليزي، والعمود الثالث اللايسنس. مش هيدرز، يفترض كولومز. الكولومز كيف أعتقد names. فهنا بتجيكم كيف شكلها. تمام، فهذا النص بالإنجليزي هو يفترض العكس. There are four main complicated. هذا بالأسباني، فبالتالي هنا الإنجليزي بالأول وهنا الأسباني. فيش مشكلة، بس أنا بقصد إنه هنا إذا أنت وصلت لمرحلة إنه أنت يعني إنه أنت عندك السورس في ليست والتارجت في ليست، أو إنه أنت حملتيهم زي هيك وعملتي سلايسنج للعمود، يعني مثلا أنا بدي الإنجليزي بس تمام، هاي الإنجليش بس خلص. يعني إنه يعني ممكن أنا أعملها فيد للداتا سيت هنا، إنه بده يعمل تنسر فلو داتا سيت، بدي أعمل الداتا سيت هذه على شكل تنسر فلو داتا تمام. فهنا عرف البفر سايز وعرف الباتش سايز 64، هدول بارامترز انا ممكن العب فيهم. الباتش سايز زي ما حكينا هي عدد الاكزامبلز اللي ممكن تكون موجوده في الذاكره،
فالداتا سيت ايش بتساوي؟ تي اف داتا، داتا سيت فروم تنسور سلايسز، لازم تتحول الداتا سيت هذه لتنسورز، لتنسور سلايسز، تمام؟ ولازم يعملها شفل. و طبعا هنا بده ياخذ بس اكزامبل واحد، يعني هنا لاحظوا انه هو انه فور اكزامبل انبوت باتش، اكزامبل تارجت باتش ان داتا سيت دوت تيك واحد، تيك واحد معنى ذلك انه هو اخذ باتش واحد، والباتش قديش في كم اكزامبل؟ 64. هو ايش بده يعمل؟ بده يعرض اول اكزامبل ويعمل بريك. ليش يعرضهم ال 64؟ تمام؟ فبالتالي هنا عرض اول خمسه كاركترز في الانبوت باتش واول خمسه في التارجت باتش. فهي اول خمسه، اول خمسه اكزامبلز، وهنا اخر اول خمسه اكزامبلز في التارجت. هجيت هذه انا محمله، يعني احنا وصلنا للمرحله هذه، انا حملت البيانات على شكل تنسور، هي موجوده التكست هذه على شكل تنسور، فبالتالي هاي الجمله بالانجليزي هاي ترجمتها بالاسباني. ايش بدي احولهم؟ بدي احولهم لارقام، تمام؟ هاجيت هو بده يعمل نورماليزيشن ل يو تي اف، لانه في النص الاسباني في بعض الكلمات، او يعني انه هي ورجاني اياها انه قبل وبعد. تفضل. تمام. وهذه انه حولهم للور سبليت وبنكشويشن، عمل ثلاث شغلات، حولهم للور كيس وعمل سبليت وعمل بنكشويشن. طبعا اللور انت حسب اللغه اللي انت بتشتغلي عليها، يعني لو كانت انه لغات انه فيش فيها ابر كيس ولور كيس ما فيش داعي انه انت يعني تعمليها. وهاتي انه خلى السبيس والاحرف من A ل Z وعمل سيلكت للبنكشويشنز باستخدام الريجولار اكسبريشن هذا، واستبدلهم بايش؟ استبدلهم بسبيس. هذه الخطوه كثير مهمه، انه الاستبدالهم بسبيس مش انه انا اشيلهم، تمام؟ حكيت حنشوف كيف شكل الاوتبوت. وهنا انه عمل ستريب من اليمين واليسار، وهنا عمل الستارت والاند وحط لي سيبريتور انه بيناتهم بهذا الشكل. وفي انا عندي مارك لبدايه الجمله ومارك لنهايه الجمله، تمام؟ وهي بشغل بنشوف اكزامبل. فبالتالي انه هذه الجمله بالاسباني ايش راح تصير؟ انه حط لها ماركر ستارت. لاحظوا انه علامة الاستفهام، بالمناسبة الاستفهام بالاسباني لازم انه يبدو يعني زي هيك، انه علامة الاستفهام مقلوبة وعلامة الاستفهام معدولة، تمام؟ انه هذه عبارة عن استفهام. طبعا هذه في الفورمال، لكن انه في الكتابة العادية في التشات ما بيستخدموها. فهذه لازم تصير في سيبريتور، فبالتالي هنا كذا، تمام، علامة استفهام عشان يصير ماتش مع الفوكابلري هذه لازم انه هي تنفصل عن البنكشويشن. فبالتالي هنا ضاف سيبريتور اللي هي هذه اللي هو بين الستارت والجملة بالاضافة للبنكشويشن والاند، خلاص تقريبا صارت الجملة جاهزة بهذا الشكل انه فورماتد. ايش اخر خطوة قبل ما تدخل على النيورال نتورك عشان انتوا تتخيلوا الموضوع بالضبط؟ طبعا النيورال نتورك مش هدخل كاسة على النتورك، مش هدخل أي كلمات، يعني الكلمات النتورك ما بتتعامل، ما بتتعامل مع أرقام. فإيش بدي أسوي؟ بدي أعملها فيكتورايزيشن. الفيكتورايزيشن هذا هو عبارة عن إنه بحول كل كلمة لا 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 انتجر. يعني بروح أنا بقول إنه والله بحدد الفوكابلري تبعي، أنا بدي أخذ على سبيل المثال من الكوربوس تبعتي الأكثر الموست فريكوينت 5000 كلمه، او اكثر 5000 كلمه، يعني اكثر 5000 كلمه تكرارا. بخصوص الامتحان انت شوفي، يعني هم الطلاب برضه حكوا في الموضوع، والموضوع انا ما عنديش مانع شخصيا، لكن العماده او الكليه لازم توافق على الموضوع، فانتوا كلكم تبقوا مع بعض واحكوا معاه.
توكلي على الله. بس مش شمسية يعني، مش شمسية. ثلاثة. لا هذا في الديكود. لا انا باجي ببني، بدي ابني نيورال نتورك. تمام، فقلت في النيورال نتورك انه انا ايش حيكون، انا عندي الانبوت 5000 نيورون على حسب الفوكابلري، مش انا هو عباره عن كلمات انتم متخيلين، كل كلمه لازم يكون في لها نود. تمام، والاوتبوت برضه 5000 نود، ممكن يكون 10000، متخيلين قديش النتورك كبيره؟ تمام، اما اللي انت بتحكي عليه انه بس ثلاثه هدف الديكود، اما انا هنا في مرحله هذه انه الفيكتورايز، فلازم انه انا عندي هنا هيلبر فانكشن انه هو تكست فيكتورايزر، فبالتالي انه بروح بحول لي اياه لارقام، ف بروح باخذ الاكثر الموست فريكوينت 5000، كل واحده مثلا بيجي صادف اول مره ذا بروح بحط لها الاندكس واحد، مثلا كات بحط لها الاندكس اثنين وهكذا، فبالتالي الكلمة راح يصير لها ترميز لأرقام. بعدين بصير الإمبيدنج. بيختلف، هو بس مجرد إنه تحويل الكلمات لأرقام. الإمبيدنج إنه كل كلمة بتتحول لفيكتور. أما الفيكتورايزيشن انه يعني انه كل كلمه بدها تصير انه مثلا كات 13، اوفيس 17 زي هيك. الانكودر هذا بارت من النيورال نتورك، حنصلوا له. طيب فهلقيت هنا بده يجيب اول 10 كلمات من الفوكابلري بعد ما انه عملهم. تمام، فانا عندي هنا انه هذه انه يعني انه string فاضي، وعندي هنا ال unknown، اي كلمه خارج ال 5000 بتصير unknown، مش موجوده من ضمن ال 5000 بتصير unknown. في عندي ال start، وفي عندي ال end، وفي عندي ال period، وفي عندي co do l a no. تمام، هذه يعني الفيكتورايزيشن، انه انا صار في عندي الفوكابلري انه هيو زي هيك. الان ايش بده يسوي؟ بده يعمل، طبعا هذا الكلام حيطبقه للانجليزي وللاسباني. تمام؟ فبالتالي انه نفس الشيء انا عندي. فهجيت هنا ايش بده يعمل؟ بده يعمل حيحول باتش كله بالكامل اللي هو فيه 64 اكزامبل، 64 جمله، حيحوله ل باتش اوف توكنز اي دي. فانا حول لي لارقام، فبالتالي انه هي الجمله الاولى، شايفين؟ هذا عباره عن تنسور، ايش الشيب تبعها؟ 3 و10. تمام؟ فهنا هاي الجمله الاولى، ايش الجمله الاولى؟ انا عندي 2 204 486 42، هذه عبارة عن كلمات. هذه عبارة عن كلمات. فهنا كيف بده يرجع الكلمات هذه انه حسب التوكن اي دي تبعها؟ فهو بروح بيستخدم يعني هذا الكود عشان يظهر هذه الشغلة، فبالتالي انه هذه هي الجملة انه ستارت انه زي هيك. فبالتالي زي ما حكيت انه كل كلمة بيكون في لها اندكس توكن اي دي. توكن اي دي. كيف؟ بالضبط بالضبط. كيف؟ صحيح صحيح. هنا بس عملها بلوت. خلاص هيك احنا جهزنا البيانات. نبدا في الانكودر ديكودر موديل. ايش الانكودر ديكودر موديل؟ انه هنا انا هذه عباره عن ار ان ان. تمام، يفترض انه انا ادخل اعمل فيد للاي، يطلع انا عندي البريدكشن ام،
البريدكشن قام انه هو بده يعني يدخل معايا هنا كانبوت ثاني وعمل بريدكشن للنكست وورد وهكذا. تمام، هذا الانكودر بيطلع عندي في الاخر اللي هو الكونتكست فيكتور هذا. تمام، بدخله للديكودر اللي هو عباره عن ار ان ان نتورك ثانيه، اللي هو بتكون اخر وحده هذه انه اصلا اوريدي داخل منه الكونتكست من الكلمه اللي قبله واللي قبله واللي قبله وهكذا. تمام، بيدخل انا عندي هنا عشان اعمل بريدكشن للجوس وي اوتيدون واخر الجمله. وهذه على فكره إيه، لو دورت هنا ترانسليت، لو شفت هنا التيبل اوف كونتنت، هيو هنا لترانسليشن لوب، هاي. فبالتالي هنا انا بعرف فانكشن بتعمل لي ترانسليشن، فبتاخذ الانبوت توكنز بتحولها لتنسور. تمام، وهنا في عندي لوب، لوب للماكس لينث للجملة هذه اللي انا دخلتها، بعمل ديكود لكل واحدة واحدة بهذا الشكل. تمام، وبطبق الاتنشن على كل واحدة. تمام، بعدين بفحص هنا اذا كان السيكونس وصل للانت توكن، فبالتالي انه set it done، معنى ذلك انه هو لو وصل لل slash s لنهاية الجملة. تمام، معنى ذلك انه هو يفترض انه هو يخلص. فبالتالي هنا بدخل انه جملة جملتين وهي ترجمات تبعتهم بهذا الشكل. طيب، فهنا هنا دخل الامبيدنج 256 واليونتس عدد النيورونز في طبقة ال ار ان ان قديش؟ 1024. تخيلين قديش النتورك كبيرة. تمام، فبالتالي الانبوت 5000 واليونتس اكبر من ال 5000. فهنا عرف الانكودر، عرفه في كلاس. تمام، ايش الطبقات تبعته؟ اول طبقه طبقه الامبيدنج، ايش الانبوت تبعها؟ الفوكابلري سايز. وايش الاوتبوت تبعها؟ اللي هو الامبيدنج دايمنشن اللي هو قديش؟ ايوه عرفناها 256. ايش الطبقه اللي تليها؟ جي ار يو. تمام، هذه البارامترز تبعتها. بعدين في عندي طبقه يعني في عندي الفانكشن تبعت الكول، تبعت الكول هذه انه هي عباره عن، لانه الكلاس هذا بيعمل اوفررايد لكلاس يعني، او بيعمل اكستند لكلاس ايش اسمه؟ لاير في الكراس. في هذا الكلاس في انا عندي الكول هذه لازم اعملها اوفررايد. هي لما بصير في عندي تريننج بتم استدعاء هذه الميثود. فانا كانه بقول له انه لما يصير في تريننج ايش يصير في الانكودر؟ بقول له اعمل لي هاي الخطوات 1 2 3 طبق الامبيدنج. تمام، وبعدين روح رجع لي الاوتبوت والستيت. تمام، وبعدين انا عندي الاتنشن هيد حنحكي عنه. في انا عندي عم عرف كلاس للاتنشن، وبعدين في عندي معرف الديكودر ايو في كلاس. نفس الفكره، من ايش متكون؟ من امبيدنج جي ار يو والاوتبوت، وبعدين الاتنشن، وبعدين الاوتبوت اللي هو دنس. تمام، وبعدين اخر طبقه برضه دنس، بس الاوتبوت تبعها ايش؟ الفوكابلري سايز. متخيلين كيف شكل النيورال نتورك؟ تمام، هاجيت هنا الكول هاي معرفها جوا. هنا ايش راح اعرفها؟ طريقه ثانيه لكتابه الكود، انه اعرفها برا هنا الداله تبعت الكول اللي هو بده يتم استدعاء عند
للتريننج. وايش عمل؟ انه ديكودر دوت كول بتساوي الكول، فبالتالي خلى انه الفانكشن هذه بيعملها اوفر رايد، يتاشر على الفانكشن هذه اللي انا كتبتها. تمام. وبعدين هيو عرف الديكودر من الكلاس الديكودر اللي احنا عرفناه الان قبل شويه. تمام. نيجي لمرحله التريننج. مرحله التريننج بده يعرف اللوس فانكشن، عرفها في كلاس لحال واكستند من اللوس. ونفس الفكره انه انا عندي هنا بعرف الانت كلاس وبعمل اوفر رايد للكول. الكول دائما هذه بده يتم استدعائها. كيف؟ صحيح. تمام. هذه اللي بري بروسيس ترين ستيب. تمام. فانتم يعني مش مطلوب منكم انه انتم تخترعوا حاجه، مطلوب منكم انه انتم تاخذوا وصفه زي هيك وتبدأ انه انت يعني تحمل البيانات اللي موجوده عندك عليها، وتبدي انه يعني تعمل تريننج. تمام. هي ترين للموديل. فانا ايش بدي اعملهم يعني بعد ما انا شرحت اغلب الاجزاء اللي هنا، ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل ران اول. والله اشتغلت معايا بعد هيك انه خلص ببدأ ممكن اعدل في البارامترز، ممكن انه الفوكابلري سايز انه انا اعدله، ممكن انه عدد اليونتس انه انا اعدلها. تمام. ايش ال برضه انه انت بتحملي يعني نفس الاشي، بتحملي انه في الانبوت وفي الاوتبوت انه الليست هذه، وهيو يفترض بادي يعمل تريننج. سؤال عملي ولا نظري؟ ممكن تستخدمي هذا. صحيح. ما مش هتغيري، يمكن انت تغيري انه مثلا الفوكابلري سايز، يعني تشوفي قديش الفوكابلري في الاس كيو ال الفوكابلري ليميتد شويه. تمام. ممكن يكون اسماء الكولومز هي اللي تختلف. ممكن انه تغيري عدد اليونتس اللي في هذه في الانكودر والديكودر، بدل ما هي مثلا 1024 تغيريها بالضبط. بالإضافة لذلك إنه أنت ممكن تستخدمي الوصفة الثانية هذه اللي هي تبع الترانسفورمر. الترانسفورمر هنا إنه هو بيستخدم بيرت، يعني في البري تريند موديل إنه أنت يعني إنه أنت بدك تروحي هنا على الهاجينج فيس. ونأخذ
وتروح نختار التاسك ونعينها في المودلز، وإنه تاسك شايفين ترانسليشن. تمام، ناخذ على سبيل المثال انه هذا انجلش تو دوتش. حسب اللغة بتاعتك تمام صحيح. حاجات هنا ما فيش معلومات كيف انه انت تعملي فاين تيون، هنا انه يوز ترانسفورمر بورجيكي كيف انه انت تستخدميه ككود، يعني انه زي هيك. فوين بدك تروحي؟ بدك تروحي على الدوكيومنتيشن تبع الهاجينج فيس. ايوه، فاين تيون بري تريند موديل. ايوه بشرح بالفيديو. تمام، وهيو بعمل اللود للداتا سيت تبعتي. تمام، وجاب انه هي الليبل تبعها وكيف انه بدأ يعمل ترين لإلها. تمام عملت سكور، شو اللي قبل؟ بدون طلع نتيجة قبل الفاين تيونينج، يعني هلا قبل الفاين تيونينج انه انت تستخدم الموديل في الديكود، يعني انه الموديل في الديكود زي هاي، يعني انه هاي بورجيك كيف انه انت تستخدميه. تمام، أنا بس بعمل اه بالضبط. يعني هنا شوفي، يعني افتحي الهاجينج فيس انه انت بدك تكوني فاميليار معاه، انه انت مشتغله عليه، انه هاي بدي افتح لك الجيت هاب وورجي لك كيف انه التاسك المختلفه. فهنا في الصفحه الرئيسيه تبعت الجيت هاب هنا ترانسفورمرز، يفترض انت اللي بدك تشتغل عليه ترانسفورمر. فبقول لك هنا هاي انه from transformer import pipeline، فبالتالي انه هنا sentiment analysis، فانه عرفت هنا classifier بتساوي pipeline sentiment analysis، واعطيته جملة وهي اعطاني النتيجة للبريدكشن. هنا تاسك ثانية اللي هو questioning answering، فهنا اداله في البايبلاين questioning question answering، فهنا اداله ال question وال context، وهنا اداله ال result اللي هي ال score والإجابة، إيش ال start index وال end index تبعها وإيش الإجابة نفسها. تاسك ثالثة إنه هذه from pre-trained model. تمام، فهي ال input وهي ال output، فالمطلوب منك إنه أنت تطلع ال output، طلع ال output لل pre-trained model قبل ما تعملي له fine tune. جيبي كل اللي بريدكشن واحسبي اللي بلو سكور تبعه، بعدين اعملي فاين تيون، بعدين جيبي الاوتبوت. بالظبط صحيح. وتجيب الافرج تبع البلو سكور لكل التست سنتنسز كلها. نستد ديكشنريز بدك تعملي لوب جواتها، يعني انت شوفي هذا تبع الكيراس، نفس الداتا سيت هذيك، نفس الداتا سيت هذيك. انا وصلت لك الموضوع انه هي عملها داونلود. تمام، وهنا ايش راح عمل؟ انه فتح الفايل عادي، بعدين ايش هنا عمل التكست بير، فحكى انه فور لاين ان لاينز، انه الانجليش والاسبانيش بتساوي لاين دوت سبليت سلاش تي. فانت هنا بعد ما انت تفتح الفايل وتعملي يعني انه ريد للديكشنري اليمنت وتجري الديكشنري اللي جوا الانر ديكشنري، بتروحي بتجيب الاليمنتس تبعتك اللي هي الكي والفاليو، الكي مثلا انه الكي مثلا الجمله كذا. ولكن في كل الشغل البائد هل هو بكفي
على حسب الوصفة هذه. أي نعم، يعني إنه أنت يعني مطلوب منك إنه أنت تجيبي لستة للإنبوت ولستة للأوتبوت وخلاص، يعني وهي عبارة عن ليست أوف ليستس. آه مم. صحيح. انت يفترض انه انت تعطي له الناتشورال تكست وتعطي له الاس كيو ال كود، ايش الكي والشغلات هذه الفيلدز الثانيه. ما هو سبايدر ايش، مش سبايدر مان. هاي هم هيا، وين البيانات؟ في أي مجلد؟ هي هذه ولا مش هي؟ إذا هذا أنت بدك تجمع كل الـ SQL statement كلها مع بعض، يعني هو حسب ما فهمت منك إنه هو مجزء الوير لحال، مجزء ال انت بدك تاخذي الاس كيو ال كلها، هي بدك تعتبرها صحيح انبوت واوت بوت وديها للماشين ترانسليشن. لا لا لا، بدك تستخدمي، انا يعني انا بنصحكم انه انتم تستخدموا الكيراس. الكيراس دائما انه هو بيكون ابسط من تنسر فلو. لاحظوا هنا يعني حتى انه هو مستخدم فانكشن كاتبها بايده، يعني هنا زي هيك تمام. فهنا عرض اول 5 جمل بشكل راندوم تمام، فبالتالي انه هاي الجملة تمام وهي بالاسباني تمام، وهنا انه عرض قديش التوتال بيرز، قديش قسمهم لترين وقديش قسمهم لفاليديشن، وهي مقسمهم لتست. حتى التقسيمه هي مريحك، عامل لك اياهم انه هنا عامل تقسيمه انه ماخذ 15% للفاليديشن. بعدين بدا يشتغل في موضوع الفيكتورايزيشن، شال البانكشويشن هاي تمام، واستبدلها بسبيشال كاركترز معينه. الفوكابلري سايز هنا اختاروا مختلف، 15,000 مش 5,000، والسيكونس لينث 20 والباتش سايز 64 تمام. هي عمل فورمات للداتا سيت، عمل ميك للداتا سيت صحيح،
ما هو يعني قصدي انا بقصد كيف؟ لا بس انا راح اسيبها تطلع، يعني هي تكمل انا عشان تجيب اشوف بالضبط، يفترض انت عملتي يعني وصف للداتا سيت، شفتي قديش الفوكابلري كله عندك، تمام، وشفتي قديش الكلمات كلها، وقديش انت بدك تختاري انه ممكن تعملي اكثر من تجربة انه في مع فوكابلري سايز مختلف. يعني هيك بصير الشغل، يعني انا مش طالب منكم انه يعني انا بس انه تعملي تجربتين، انه فوكابلري سايز كذا وفوكابلري سايز كذا وخلص. فهذه الكراس برضو انه يعني انه الوصف يعني الخطوات تبعتها جدا يعني اسهل. هاي بيلدينج للموديل، هاي ترانسفورمر انكودر، هاي الكول فانكشن اللي يعني ما هو عامل اكستند من لاير، تمام، هذه الامبيدنج، هذه ترانسفورمر ديكودر. فهي معرف الترانسفورمر للانكودر، ترانسفورمر للديكودر، فجأة هو بده يدمجهم مع بعض، هو في موديل واحد. هنا بده يبدأ يعمل ترين للموديل. لاحظوا انه هذا قديش في ترينابل باراميتر، 19 مليون ترينابل باراميتر، تمام. هذه بس اول ايبوك وصل لفاليديشن اكيوريسي انه 0.5. هنا عمل ديكود للسنتنس معينة، تمام، بعد 30 ايبوك حصل هذا الاوتبوت للجمل اللي معطاه، هذه اللي هو مختار. ف يعني هحط لكم روابط، هدول الروابط الثلاثة، تمام، وتبعت الباي تورش هيها برضو، انتم ممكن انه انتم تتبعوا هاي الخطوات زي هيك. فانتم يعني انتم بتشتغلوا مشاريع مختلفة، لكن ممكن تستخدموا الثلاث وصفات هدول. الان انتم اذا جبتوا وصفات من الانترنت وتيجوا تحكوا لي انه هذه الوصفة مش شغالة، انا مش هقدر اعملها ديبج، يعني هستغرق وقت طويل جدا جدا وانا اعملها ديبج، مش هكون عارف ايش المشكلة اللي فيها بالضبط. لكن انا بقول لكم انتم تاخذوا وصفة مضمونة وتعدلوا عليها، انه انتم تشوفوا كيف كنت تحملوا البيانات عليها، حملوا البيانات عليها واعملوا التجارب. يعني هي المطلوب منكم في المشروع، مش طالب يعني بس. ما هي انا ماشي، هي وقاعد هي وبعمل ترين في الايبك الاولى، بس يعني ما هو الخطوات واضحه. انت ايش بدك تسوي؟ تغيري في خطوه انه هو بدل ما محمل اللغه يعني الداتا سيت تبعته، بدي اعمل الداتا سيت تبعتي ليست للانبوت وليست للتارجت بس، وهذا برضو محملها بنفس الصيغه، تمام، هذا تبع الكيراس. يعني فبتمنى انه هيك الامور وضحت عندكم، يعني انه كيف انه انتم بتقدروا تشتغلوا كيف؟ ممكن حجاوب حبيبي، يعني هحاول ان اجاوب قدر الامكان. يعني فيش مشكلة، غير البراوزر. يعني انتو ديفلوبرز، يعني ديفلوبر لازم يكون عنده 3 4 براوزرز انستول على كيف؟ من كل اللي حضرتك شرحته حسيت ان هو شبه الشغل اللي كنا نشتغله بالتكست مايننج لما نستخدم كل شغل ماشين، كل شغل ماشين لانك، بس انا كيف بدي ارتب الانبوت والاوتبوت بس. بالضبط انه بالاخر ايش الهدف اللي بيطلع بالاخر؟ نعم، اللي هو الموديل فيت موديل.
فهجيت يعني رجوعا للسؤال انه هو كيف يعني اول كلمة انه هي بتنعمل. فهجيت انتم تخيلتوا انه الانبوت 5000 والاوتبوت 5000، ممكن يكون 15000 و15000، لازم يكون زي هيك، ما ينفعش انه يكون انبوت 5 والاوتبوت 3، لا خلص انه هذا الفوكابلري اللي انا بتعامل معاه، فبالتالي انه يا جماعة 1 to 1، بس انه يعني انا بقول انه الترجمات تبعت الكلمات انه ممكن يكون في عندي انه حكيت انا من 5000، لما ادخل جملة كيف ادخلها؟ بروح بضوي النيورونز اللي من 5000 اللي بتقابل هدول الكلمات، ممكن يكون الترتيب تبعهم مش مخت يعني ما يعني مش بالضروري يكون الترتيب تبعهم متسلسل، فبعمل فيد لهذه الشغله، ويفترض انه الاوتبوت يطلع انا عندي برضه 7 كلمات 8 كلمات، فبضوي ال7 8 كلمات هدول من الاوتبوت نيورون اللي هم من 5000، بضوي 7 منهم، تمام. فحكيت للتريننج كيف بصير؟ لا مش بالضروره، اللي هي الكلمات التارجت الترجمات. فهجيت انا عندي انبوت يعني انه الاكس هي والواي هي، فبالتالي لما كيف هو بتعلم انه هي، خلي بالك لما انت تضوي كذا وكذا وكذا في الانبوت يفترض انه انت تضوي كذا وكذا 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 في الاوتبوت، لو ضوى شغلات تانية مختلفة بقول له لا هذا ايرور، اعمل ادجستمنت للويت عشان تطلع هذه الشغلة. لكن هذه الشغلة يعني هذا بشكل مبسط، لكن هذه الشغلة كيف بتصير؟ بتصير على شكل سيكونس بسبب الاركتكشر تبعت النيورال نتورك، هذه الشغله داخليا مش انه انت بتعمليها، انه انت خد هي اول كلمه، انت بتدي له اياهم كلهم مع بعض. هو كيف بيعمل بريزيرف للسيكونس؟ من خلال الريكارنسي في النيورال نتورك. تمام؟ فبالتالي يعني اول جمله اول كلمه ما بيكون في قبليها اي انبوت، بيكون في التاج تبع الستارت تبع يعني الماركر تبع بدايه الجمله الستارت او يعني الاس تاج تبع الاس. بتمنى يعني انه فعليا ما لها علاقه لا بالفريكونسي ولا بالمين اقوى، ولما فريكونسي لما شفنا الوداع والكلمات لا 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 انا 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 الهدف تبعي انه الكلمه تتحول لنمبر، لانه النيورال نتورك يعني كانه انا بقول له ادوي النيورون 17، النيورون 17 هي ذا، نيورون 20 هو كات، فالنيورال نتورك تتعامل مع ارقام، ما بجيش اقول له اضوي النيورون تبع الكات، بقول لك شو هو الكات هذا. اوكي؟ فيعني هذه هي بصراحه الجلسه العمليه اللي انا كنت حابب انه انا اسجلها وما كانش يعني متاح لي وقت انه انا اسجلها، فبتمنى انه يعني تكون يعني مفيده بالنسبه لكم ووضحت كثير شغلات.